يسأل أيضا عن كفارة اليمين المنعقدة ما هي؟ كما قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما قصدتم عقده على المستقبل. فإذا حنث فيها وخالفها أجبت الكفارة، قد بيّنها الله بقوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. خير بين هذه الأمور الثلاثة: الكسوة، إطعام 10 مساكين، حتق رقبة. فإذا لم يجد واحدة من هذه الخصال فإنه يصوم 3 أيام. كفارة اليمين فيها تخير وفيها ترتيب.